انا البنات هانتوما كونوا اكيدين البنات باللي هذه الوصفه رائعه وبسيطه بسيطه مكونات بساطين، يعني كل شيء متواجد عندك في الدار، يعني ما عندك حتى شي حاجه غادي تجيبيها من الزنقه بمكونات بساطين. واهم حاجه اهم حاجه البنات انها كاع دوك التصبغات ودوك الصفوريات غادي تقضي عليهم نهائيا في ظرف اسبوع. البنات في ظرف اسبوع كونوا اكيدين من هاد الهضره، وغادي تولي عندك ان شاء الله واحد الابتسامه وضحكه رائعه رائعه، ورائحة الفم غادي تهني منها بصفة نهائية. السلام عليكم الغزي ولاد ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحه لاباس؟ توحشتكم بزاف بزاف. كي دايرين مع توجد ديال رمضان؟ كاين شي شهيوات؟ كاين شي بريوات؟ كاين شي شبكيه؟ كاين شي سليلو؟ حنا الحمد لله بلاد المغرب بلاد الخير وبلاد الشهيوات، معروفه علينا يعني كاع الجميع الدول العالم الحمد لله كيعجبهم الاكل ديالنا. اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم واحد الوصفه زوينه زوينه غادي تنفعكم في رمضان، يعني حنا حيتاش ما كناكلوش بزاف كيبقاو سنيناتنا يعني نقيين. جبت لكم واحد الوصفه زوينه زوينه على طلب ديال واحد البنت، غادي تبيض لكم سنان وكاع ديك الصفوريه اللي عندكم والمشاكل اللي كيكونوا عندكم لداخل في اللثه، يعني دوك الصفوريه اللي كتبقاو التصبغات غادي تزيد لكم ان شاء الله في ظرف اسبوع. وهذه غادي تحيي لكم حتى الرائحه ديال الفم اللي كتبقى كاريه، يعني الفم ديالكم والريحه ديالو غادي تولي زوينه زوينه، حتى الضحك فاش تضحكي غادي تولي زوينه. دابا ننتقلوا للوصفه ديالنا البنات، ولكن قبل كيف ما العاده ما تنساوش ديروا ليا ابوني. يلا هالغزيوله ديالي انا كنتسناك، اشتركي في القناه وديروا لي لي جيم 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 وبارطاجيو هاد لا فيديو وخليو لي الكومونتيرات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. دابا ننتقلوا للوصفه ديالنا. انا جيت البنات ودابا نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجو البنات هي مكونات بساطين ومتواجدين في الدار كيف ما العاده. اول حاجه غادي نحتاجوها واللي هي جزره، هيا يعني جزره متواجده في كل بيت. عشان نديرو بات الجزره غادي ناخدوها وغادي نحكوها وغادي نحكوها مزيان، وغادي ناخدو الماء ديالها يعني غير الماء ديال الجزره البنات. هيا ثاني مكونه البنات غادي ناخدو نص حامضه يعني نصف عصير ليمون كنقولو، هيا غادي ناخدو غير معلقه صغيره منها. ثالث مكون وهو الكركم، يعني الكركم غادي ناخذ غير ربع معلقه صغيره، ربع معلقه صغيره. ورابع مكون اللي هو ضروري ضروري كنستعملوه باش نحكو سنيناتنا اللي هو معجون الاسنان، ها هو معجون الاسنان. غادي ناخذ هاد المكونات البنات وغادي نخلطهم مع بعضياتهم. غادي ناخذ داك الماء ديال الجزره وغادي نضيفوا ليه ديك ربع معلقه ديال الكركم اللي هو الخرقوم البلدي كيف ما كنقولوا، وغادي نضيفوا ليه معلقه صغيره ديال الحامض، وغادي نضيفوا معلقه ديال معجون الاسنان. هانتوما تشوفوا معايا البنات كيفاش غنخلط المكونات. ودابا نبداو على بركه الله. هاني جا البنات، انا راه جبت عصير ديال الجزره ديالي ها هو. ودابا غادي نضيف ليه ربع معلقه ديال الخرقوم البلدي اللي هو الكركم البنات، هي ربع معلقه. وغادي نضيف ليه معلقه صغيره ديال العصير الليمون اللي هو الحامض، ها هي يعني عينكم ميزانكم. ودابا غادي نضيفوا اخر حاجه اللي هو معجون الاسنان، ها هو. هاني البنات خلطت المكونات ديالي مزيان مع بعضياتهم، راه يولي لكم بحال هكا يعني راه عاقد، ها هو. ودابا غادي نطبقوا الوصفه على السنينات ديالنا البنات. غادي ناخذ واحد الفرشاه اللي كتستعملي وغادي ناخذها بحال هذه الطريقه، غادي نديروها هنا في الخليط ديالنا مزيان بحال كديري معجون ديال الاسنان، وغادي تبغي تحكي سنيناتك بالطريقه الصحيحه. هاني البنات جيت اغسل السنينات ديالي، هانتوما يعني كتكون عندك واحد الابتسامه رائعه 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 بزاف بزاف، وحتى الرائحه ديال الفم كتولي عندك واحد الرائحه زوينه، يعني فاش كتصومي النهار كله غتبقى عندك ريحه زوينه وما كيبقاش يعني رائحه الفم كريهه. يعني كنعرفوا كتعرفوا هاد القضيه كتكون بزاف ناس فاش كيكونوا صايمين، يعني تبعي هاد الطريقه الرائعه لمده اسبوع، يعني اي واحد ماشي غير نتوما البنات يعني لا بنات الرجال، راها رائعه كتحيد كاع ديك الصفوريه والتصبغات اللي كيكونوا لداخل،
يعني كيعقدوا شحال من واحد حتى في الابتسامه ديالو كتولي باغا تمشي عند الدونتيست وتقادي سنينات وتبيضيهم. هذه راه وصفه رائعه رائعه بزاف بزاف. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو البنات، كنتمنى ان وصلتنا الاعجاب ديالكم وتجربوها في هذا رمضان تكون معتمده عندكم ان شاء الله. كونوا اكيدين باللي غادي تنفعكم وغادي تلاحظوا الفرق في ظرف اسبوع ان شاء الله. خليت لكم الراحه ونهاركم مبروك ورمضان مبارك سعيد ويدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر في حياتكم ان شاء الله. يا ربي تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. خليت لكم الراحه.